بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل مع بعض دراستنا في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس. النهاردة ناخد الإصحاح الخامس ويمكن ناخد السادس معاه لأن هما تقريبا موضوع واحد. زي ما كنا عرفنا أنه كنيسة كورنثوس كانت كنيسة ناشئة ونشيطة، لكن فيها كان كتير من الحاجات اللي محتاجة إصلاح وكان فيها مشاكل موجودة كتير. أول مشكلة تناولها معلمنا بولس الرسول في أول أربع إصحاحات هي مشكلة الانقسامات اللي كانت موجودة والتحزبات. واحد أنا بيقول أنا لبولس، والتاني بيقول أنا لأبولس، والتالت بيقول أنا لصفا. وعرفنا برضو أنه التحزبات والانقسامات دي بيكون وراها ذات وكبرياء، ودايما الكبرياء هو أساس كل المشاكل. زي ما أحد القديسين بيقول أن الاتضاع أرض حاملة للفضائل، فالكبرياء سيدنا البابا بيسميها من الخطايا الأمهات اللي بتولد، من الخطايا الأمهات اللي بتولد تحتيها خطايا كتير خالص خالص. فمن ضمن الخطايا اللي بتولدها الانقسامات والتحزبات، وعرفنا العلاج بتاعها ازاي بالصليب، وبان احنا نسمو على يبقى على مستوى روحي ما نبقاش على مستوى جسدي، ونفهم ان كل الخدام اللي بيخدمونا متنوعين في المهام بتاعتهم، واحد بيزرع واحد بيسقي، لكن ربنا هو اللي بينمي. والاصحاح اللي قبل ده على طول معلمنا بولس الرسول قال احنا مستعدين نبقى تحت رجلين الكل، ولكن ما يصحش ان احنا نحكم على حد، لانه ربنا هو بس كاشف خبايا الظلام، وهو اللي كاشف افكار القلوب، وهو اللي بيدي المدح في الاخر، مش احنا اللي نحكم على الناس. وبعدين بدأ كده يأنبهم شوية ويقول لهم اجلكم، يعني انا من ضمن الناس اللي بتتكلم عليه كان كلام مش كويس ابدا، وقال لهم يعني كأن انا مش هاجي خالص، لا انا هاجي وأجلكم بالعصاية يعني، ولا أجلكم بروح المحبة والوداعة. وبعدين راح ناقل على طول على الموضوع الثاني في الإصحاح ده. ودايما الكبرياء يولد جواه خطايا وحشة ويوقع الإنسان في خطايا وحشة فيها نجاسات، لأن المتكبر نعمة ربنا بتتخلى عنه. خلينا نشوف الأول موقف الكنيسة إيه وبعدين نطبق على حياتنا الخاصة. يسمع مطلقا أن بينكم زنا، وزنا هكذا لا يسمى بين الأمم، يعني درجة كده يعني حتى درجة صعبة من الزنا، حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه، يعني واحدة ست عايشة في بيت مع واحد وابنه وعايشة معهم الاثنين زي زوجة للاثنين. أفأنتم منتفخون؟ وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا هكذا. باسم ربنا يسوع المسيح، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ليس افتخاركم حسنا؟ ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخلطوا الزنا، وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فالزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج
ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا. آمين. دايما بداية السقوط الكبرياء. أول ما الإنسان يتكبر، نعمة ربنا تتخلى عنه فيبتدي يقع في خطايا بشعة جدا. وأحيانا من كبرياء الإنسان أن يقول ياه إزاي الواحد وقع في الحاجات دي، أنا مش بتاع الكلام ده. يعني بدل ما يتواضع لما يسقط يتواضع يقول يا رب ده أنا فعلا ضعيف، أشكرك يا رب لأنك أنت عرفتني ضعفي، اسندني يا رب. لا، ده يقول أنا مفروض ما كنتش أعمل كده، ده أنا لسه بيقول أنا، فيقع تاني وبعدين يقع تالت وبعدين ما يعرفش يطلع من الخطية تسيطر عليه. ساعات الناس تسأل سؤال، ليه ربنا بيسمح لينا ان الشيطان يحاربنا؟ مش احنا اولاده المفروض يحوط علينا؟ ليه بيسمح ان الافكار الشريرة تحاربنا؟ ليه بيسمح ان بعض حاجات شهوانية تحاربنا؟ ليه؟ هل عايزنا نقع؟ طبعا لا، زي ما بيقول في التسالونيكي الاولى 4، هذه هي إرادة الله إيه؟ قداستكم. هذه هي إرادة الله إيه؟ قداستكم. طب يعني يا رب أنت أكيد مش عايزنا نقع، عايزنا نبقى قديسين. كويس، طب ليه بتسمح بالحاجات الوحشة دي تحاربنا وتتعبنا؟ الإنسان مش ممكن، زي ما أحد الآباء قال، الإنسان مش ممكن يكلل إلا لو انتصر، مش ممكن ينتصر إلا لو كان فيه حرب وعدو، مش كده؟ فربنا بيسمح علشان ننتصر، بيسمح بالحرب الروحية ضدنا علشان ننتصر مش عشان نتغلب، علشان لما ننتصر نكلل، وعلشان لما ننتصر نتقوى. والإنسان مش هيتقوى إلا لو كان فيه مقاومة وبيطلب معونة من ربنا فبيتقوى. ها؟ الإنسان مش ممكن يتقوى إلا لو اتمرن ضد خصم. ها؟ العضلة دي ما تتقواش إلا لو اتحركت عكس مقاومة، تقل مثلا. ها؟ يعودوا عشان يقووا العضلة دي يعودوا يحركوها ضد مقاومة تقل معين فتتقوى. هكذا في الحياة الروحية ربنا بيسمح لنا بأثقال متدرجة أو بمقاومة أو بحروب متدرجة علشان نتقوى، عشان عضلاتنا الروحية تتقوى، عشان نثبت فيه أكتر، عشان نتكل عليه ونتقوى بيه. عمره ما بيسمح بالحرب علشان نقع في الخطية أبدا، إلا في حالة واحدة، علشان الإنسان إيه؟ لو كان متكبر، عشان يتواضع. إنه هو متكبر بيتحرم من النعمة، بيتحرم من كل حاجة، المية ما تطلعش في العالي، روح القدس ما يجريش في حياته، وبالتالي فيتحرم من كل حاجة، فربنا يسمح انه يقع فهو يتواضع فيتملي تاني من النعم. غير كده ربنا ما بيسمحش بالحرب الروحية إلا علشان نتقوى وننتصر. ده على مستوانا احنا. ادي الوضع دايما اللي موجود، ان يكون في كبرياء فيبتدي يحصل لخبطه كمان ونجاسه، ده ثمره من ثمار الكبرياء. يعني لو الواحد لقى نفسه بيتحارب كتير في حاجه زي كده يفكر لحسن يكون ايه، يكون في افكار كبرياء مسيطره عليه، يكون فاكر نفسه احسن من غيره. اول ما يتواضع خلاص تلاقي الشيطان اتكسر، مش قادر يقرب منه. أنا بتصور كده، يعني زي فكرة الرادار. الرادار طبعا دلوقتي بقى فيه رادار متطور محمول على طيارة في الجو فبيجيب اللي في الأرض، لكن الطبيعي إن الرادار لو محطوط على الأرض ما بيصورش أو ما بيجيبش غير الأجسام اللي فوق الأرض بمسافة معينة، إن هو بيعمل زي بيضرب أشعة كده
فتخبط في الجسم الصلب وترتد ليه فيشوفها. طب لو الطيارات اللي ماشية تقريبا فوق مستوى الأرض على طول، ما يلقطهاش الرادار، ما يلقطهاش، لازم تعلى علشان ايه؟ عشان يلقطها. ولذلك القاذفات مثلا يعني كانت يمشوها على في سطح البحر كده، يعني يدوبك كم متر من فوق المية، وتفضل ماشية لأنها بطيئة شوية، تفضل ماشية 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 لحد لما تقرب من الهدف تعلى. أول ما تعلى تظهر على الرادار، بس ما يلحقش بقى الرادار يكون إيه يعني يبعت لها صواريخ تروح منزلة الحمولة بتاعتها. طبعا ده كلام قديم، لكن دلوقتي في حاجات أحدث وأحدث، وفي رادار دلوقتي محمول على جو شايف، يعني بيبقى طيارة واقفة وضربة. خلينا في المثل القديم ده، طول ما الإنسان على مستوى الأرض كده الشيطان ما يعرفش يلقطه. الشيطان أصله زي واحد كده نافخ نفسه كده، ما يعرفش يوطي. طول ما احنا مطين، طول ما احنا متضعين، الشيطان مش قادر علينا، ما يعرفش يطولنا، ما يعرفش يوطي. لو احنا انسحقنا قدام ربنا الشيطان ما يطولناش أبدا. لكن لو احنا واقفين وشايفين نفسنا كويسين، ده احنا نبقى يعني في مرمى الرماية بتاعت الشيطان، يقول لك تعالى ده انت كده صيدة كويسة. علشان كده المتكبر دايما في مرمى الشيطان يبهدله، لكن الاتضاع يخلي الإنسان يبقى بعيد عن متناول إيد الشيطان. كبرياء خطير جدا، النتيجة بتاعته تبص تلاقي حصل يعني لخبطة ونجاسة. اللي حصل في الكنيسة إيه؟ اللي حصل في الكنيسة إن في وضع، إن في زنا معروف، يعني إن في واحد وابنه عايشين مع واحدة في بيت. فالكنيسة المفروض إنها جسد المسيح، يبقى مقدس، ما ينفعش يكون في زنا، ما ينفعش، وما ينفعش يتحط له أي اسم بقى، أصل دي كذا، أصل دي زي ما النهاردة هنا بيحطوا أي اسم، لا ده زنا، ده اسمه زنا، حاجة خطيرة، حاجة خطيرة. وبعدين بيقول لهم يعني أنا سامع إن في حاجة زي كده، وحتى عند الأمم ما يقبلوش الزنا يبقى حتى بالصورة دي، يعني واحدة مع كذا واحد، يعني دي صورة كمان أسوأ، لم يسمع في الأمم أن يكون كده. أفأنتم منتفخون؟ والواحد لما يكون كده في الكنيسة حاجة زي كده نعمل إيه؟ دي تلوث جو الكنيسة كله. أي خطية الواحد بيعملها بيضر بيها الكنيسة، هي موجهة لربنا وموجهة للكنيسة وموجهة لنفسي، أنا بأذي بها نفسي. فقال لهم أفأنتم منتفخون وبالحري لم تنوحوا؟ لسه كل واحد بيقول أنا، وكل واحد بيقول أنا تبع فلان وأنا تبع فلان، وإحنا أحسن مجموعة بتاعتنا أحسن من مجموعة فلان. وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل، يعني علشان ترفع الخطية من وسطكم. ده بيخلي ان في مسؤولية علينا لو في اي وضع خاطئ في الكنيسة، ان احنا لازم نقدم توبة جماعية كلنا من اجل الشخص ده. ما قلتش وانا مالي، انا كويس وبيتي كويس وولادي كويسين، لا ده ابن فلان، دي بنت فلان، لا، احنا كلنا واحد. واي خطية دي بتجرح جسد المسيح، بتجرح الكنيسة كلها، وأي نجاسة بتلوث الكنيسة كلها. صحيح احنا يمكن ما نعرفش بعض الحاجات كتيرة، يا حاجات مثلا ممكن تكون مش معروفة، أو الكنيسة قصرتها على سر الاعتراف عشان خاطر ما يكونش فيه يعني إهدار لسمعة الناس أو كده، لكن موجود، الضعفات موجودة، وإحنا محتاجين نقدم توبة كلنا، محتاجين ننوح كلنا. قال لهم بالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل. وراح جاي واخد قرار واضح هنا
ان في حاجة اسمها سلطان الحل والربط، قرار كنسي تأديبي، ده في ايد الرسل وفي ايد الكنيسة انها تدي قرار تأديبي، تقول لفلان انت يا فلان ابعد ما تتناولش، لازم تتوب الاول، ولما تتوب عندك استعداد تتوب هنتابعك، تنفصل عن الخطية وتاخد تدريب لتقوية التوبة ونشوف توبة صادقة ترجع تاني لشركة الكنيسة وتتناول، لكن قبل كده لا، مينفعش تتناول وانت في الوضع ده. كنت بتكلم مع حد قريب من كام يوم على موضوع يهوذا الاسخريوطي، يا ترى تناول ولا ما تناولش، والحاجات القصة اللي ساعات بتثار دي. طبعا في اراء يعني قالت كده وفي اراء قالت كده، لكن سيدنا البابا يعني له رأي مبني على عقيدة معينة، بيقول مش معقول يكون يهوذا وهو بيضمر شرا ومصمم عليه ومش تايب ويتناول. طبعا لأن في بعض الآراء من بعض الهراطقة ومن بعض الناس اللي بيتجاوزوا جدا وصية ربنا، يقول لك ايه، انت مالكش دعوة، انت عليك تناولني وخلاص، ما يهوذا تناول وانت مالكش دعوة، انا صايم، انا فاطر، انا واكل، انا شارب، انا تايب، انا عايش ازاي، انا مش عايش ازاي، انت مالك. ده الكلام موجه لابونا يعني او للكنيسة، انا اتناول وخلاص، ما يهوذا تناول وربنا كان عارف كل حاجة وناول، فانا اتناول وانت مالكش دعوة، ما تحكمش عليه. لا، ما ينفعش. الكنيسة هنا اهي بتحرم اللي عايش في النجاسة من انه يتناول. الكنيسة لها سلطان تمنع او تدي، ومن ضمن الوصايا اللي بتتعطى للكاهن لما بيترسم انه يدقق جدا يدي التناول لمين وما يديهوش لمين. طبعا مش حاجة على مزاجه، لكن لازم يتأكد من توبة الناس الموجودين، من توبة كل واحد بيقدم للتناول. يمكن احنا عشان بنهتم بالتعليم وبنعلق يعني كل الناس عارفة ان احنا لازم نكون تايبين، لازم نكون حاضرين القداس من بدري، لازم نكون مستعدين، لازم نكون محترسين، لازم نكون معترفين، يعني التعليمات دي كلها ان شاء الله نحطها تبقى موجودة، بحيث ان الكنيسة تخلي مسؤوليتها من اي واحد مش تايب ورايح يتجرأ على التناول. فقال لهم ازاي انتوا بتتجرأوا على كده؟ هما طبعا كانوا بسبب الجهل بيتجرأوا على حاجات كتيرة هنشوفها في السكة وطول الرسالة بيلخبطوا. قال لهم يعني ايه؟ يعني ايه؟ حتى بعد كده في التناول هيقول لهم اللي بيتناول بدون استعداد وبدون استحقاق يبقى مجرم، يبقى مجرم. فبصوا راح جاي قايل قرار كنسي بحرمان الرجل ده او بحرمان الثلاثة دول، فاني انا كاني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، يعني مش لازم اكون يعني موجود بالجسد، قد حكمت كاني حاضر في الذي فعل هذا، هكذا حكمت بايه؟ باسم ربنا يسوع المسيح. ده زي قرار محكمة. إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد كي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. المعنى يسلم مثل هذا للشيطان يعني يتحرم من التناول، يتحرم من الشركة، يتحرم من جسد المسيح. والتأديب ده هيفوقه لكي تخلص الروح، وده اللي حصل. بعد ما اتحرم فترة كذا شهر وتاب وحزن على خطيته وانفصل عن الخطية، هيجي في الرسالة التانية يقول خلاص مكنوا له المحبة ورجعوا تاني للشركة لألا يبتلع من الحزن المفرط. وده يكشف لنا ان التأديب الكنسي اللي هو يعني نابع من فكر ربنا في التأديب ما هوش من أجل تحطيم الإنسان، ولكن من أجل تهذيبه
وتقويم مسيرته وبيقوده للتوبة، يقوده للتوبة. مش الهدف من تأديب الكنيسة ان احنا نحطم انسان او نفصله عن ربنا، ابدا بالعكس، بس يرجع تايب، يبتدي بداية مظبوطة، يرجع يدخل تاني من باب التوبة. في ناس استا بتدخل الكنيسة من ابواب غير باب التوبة، وده خطر جدا، ده ما بيكملش في الكنيسة، يا اما بيدخل يلخبط في الكنيسة. المفروض ان احنا كلنا داخلين الكنيسة من باب التوبة، من باب الاحتياج لبر الله والاحتياج للمغفرة، من باب التوبة والتواضع. كلنا داخلين كده، مش داخلين علشان نعمل اللي على مزاجنا، لا. ولو انا ما صنتش نعمة ربنا اللي بيديها لي والهيكل بتاعي انا ما حافظتش عليه، ابقى ما استحقش ان انا اكون عضو في جسد المسيح، ولا استحق الشركة من الاسرار المقدسة. فاعطاهم اول حاجة، ده ايه؟ ده موضوع ما يتسكتش عليه. طيب ساعات كده يبقى في حكم، وبعدين يقول لك الحيثيات بتاعه الحكم، يعني ليه حكم الحكم ده؟ تعالوا نشوف. بيقول ليس افتخاركم حسن، انتوا كنتوا عمالين تفتخروا تقول احنا تبع فلان واحنا واحنا واحنا، لا لا لا، انا مش شايف ان ده حسنا. هيقولها لهم بعد كده برضو، في هو بيكلمهم عن الاجتماعات بتاعتهم، قال لهم انتوا بتجتمعون للافضل، لا انا شايف لا، انتوا بتجتمعوش للافضل، ياتكم ما كنتوش اجتمعتوا. يعني في كده ان يقول لك يا ريت ما كناش صلينا في الكنيسه، يا ريت. ليه؟ في اخطاء كبيره، بدل ما بناخد نعمه وبناخد مغفره بناخد دينونه بسبب تصرفات غلط واساليب غلط. يقول لهم ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ هنا الخميرة إشارة للإيه؟ للشر. إحنا عارفين أن الخميرة في الكتاب المقدس جت بمعنيين عكس بعض، زي الخمر برضو بيجي بالمعنيين، في خمر إشارة للسكر بالخطية، وفي خمر إشارة للفرح. الخميرة أيضا، ربنا يسوع كان دايما من ضمن الامثال اللي بيقولها عن ملكوت السماوات، من ضمنها قال يشبه ملكوت السماوات ايه؟ خميره صغيره اخذتها امراه خباتها في ثلاثه اكيال دقيق حتى اختمر الايه؟ الجميع. فهنا الخميره اشاره للعمل الروحي الهادي اللي يخلي فيه نمو وبركه وازدياد، هادي خالص بدون شوشره، خميره تشتغل في هدوء بدون اي شوشره، عمل الروح القدس في القلب كده. ده الجانب الايجابي في التشبيه بتاع الخميره. ايضا الخميره، ودي اكتر يعني في العهد القديم وفي الجديد، اشاره للشر، انه ممكن خميره صغيره تدخل القلب، فكره نجسه تدخل القلب، فكره كبرياء تدخل القلب، فكره شهوه معينه تدخل القلب، فكره طمع تدخل القلب، تدخل تخرب الفكر وتخرب الحياة كلها. فكرة صغيرة بس خطيرة، خميرة تبهدل الدنيا. فقال لهم كده، خميرة صغيرة ممكن تخمر العجين كله. في العهد القديم كان دايما الخميرة إشارة للشر، وكان العيد بتاع الفصح بعد ذبح خروف الفصح يتقطع الخمير من البيت، يعني ما يتعملش ابدا اي حاجه بخمير خالص، ويقعدوا 7 ايام ياكلوا ايه؟ فطير. فطير يعني زي اللي هو الدقيق وميه ودقيق وزيت، ما يتحطش فيه خميره خالص، اشاره الى ان حياه جديده خاليه من الخطيه بعد ذبح خروف الفصح اللي هو فداء وخلاص من الخطيه. طبعا كانت إشارة للعهد الجديد. ويقعدوا 7 أيام ما يأكلوش إيه؟ خمير. طب واللي يأكل؟ يقولك تقطع تلك النفس من شعبها، يعني لو في بيت عمل خميرة أو خبز مختمر ده يتقطع خالص. طبعا بالمناسبة إحنا بنستخدم في القداس خبز إيه؟ فطير ولا خمير؟ خمير، لأن السيد المسيح حامل إيه؟ خطايا العالم، وعمل الفصح
لما مسك الجسد وكسر، مسك الخبز وكسر، كان بالكلمه اليونانيه ارتوس، خبز يعني خبز مختمر مش فطير، خبز مختمر، كان لسه الخمير موجود ولسه جاي ايام الفطير بعد كده. فهو حمل الله الذي حمل خطايانا، والخميره كلنا نعرف لما تتعمل القربانه خميره بتبقى شغاله فيها وباينه حتى في ريحتها مش كده، وبعدين اول ما تدخل النار وتستوي خلاص مفعول الخميره ايه؟ يروح خالص. فالسيد المسيح خد خطايانا ومات بيها على الصليب فمحى ايه؟ خطايانا. طبعا اخواتنا الكاثوليك في القرن الحداشر من ضمن الاختلافات اللي حصلت انهم في القرن الحداشر عملوا شيفت على الفطير وبقوا بيشتغلوا بفطير مش بالخمير، يعني نسيوا التقليد القديم بتاع الكنيسة الأولى كلها، وهم كانوا ماشيين كده في الغرب، لكن جوا في القرن الحداشر ونقلوا على الفطير. واعتقد ان الأرمن يعني خدوا منهم الموضوع ده من فترة كده، يعني احنا مختلفين في دي. المهم بيقول ايه؟ بيقول ألستم تعلمون ان خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ يعني الواحد ما يستهونش بالخطية الصغيرة، ما يستهونش بان دي بنظرة، دي فكرة، دي حاجة كده على الماشي، دي حاجة الواحد كده عدى عليها، لا دي في منتهى الخطورة، ممكن تفسد الحياة كلها. اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة، يقصد الخطايا القديمة اللي قبل ما نعرف المسيح كانت موجودة، لازم ننظفها ولازم ننقيها. نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. أنتم كمسيحيين معتبرين أن كنتم فطير، ما فيش خميرة، خميرة كلها راحت وانتهت لما متوا مع المسيح وقمتوا في المعمودية وخدتوا حياة جديدة، بقيتوا فطير، مفروض ما يكونش فيه خمير تاني، تدخلوا الخمير الوحش ليه تاني حياتكم؟ لأن فصحنا أيضا، علشان يفهم أنه هو بيقارن ما بين العهد القديم والعهد الجديد، رح ربطها بالجملة العجيبة الجميلة دي، الآية دي، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. وزي وطبعا بيكلم ناس فهمة إن زي ما العهد القديم أول ما يتذبح الفصح خلاص مفيش خمير، وإلا اللي يأكل خمير ده يبقى خلاص هلك وكل حياته بعد كده. سبعة أيام فطير، سبعة أيام إشارة لكمال الحياة، كل مدة الحياة سبعة، دي وحدة، وحدة أسبوع كان وحدة زمنية كاملة، وحدة زمنية كاملة، فإشارة للحياة كلها على بعضها. يبقى حياتنا مع المسيح المفروض ما يكونش فيها إيه؟ خمير، تكون فيها فطير، ما يكونش فيها شر أبدا. لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، هو الفصح بتاعنا هو اللي ذبح لأجلنا لكي يقدسنا ويطهرنا من الخميرة العتيقة، يطهرنا من الخطايا القديمة والشرور القديمة، ونبقى كلنا فطير. إذن لنعيد النبوة دي، طبعا بتتقرف في سبت الفرح وفي النبوات الحلوة بتاعت سبت الفرح، لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا، إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. جميل هنا أنه بيقول أن بعد الفصح في إيه؟ عيد. حياتنا كمسيحيين في الأرض التعبانة دي اللي فيها غربة وفيها متاعب وفيها قفر، حياتنا عيد. اللي عرف المسيح ده عرف الفرح، عرف العيد، عايش القيامة باستمرار من يوم ما مات وقام في المعمودية، وعايش القيامة باستمرار، عايش بيعيد باستمرار، بيعيد، يبقى ما فيش خمير بقى. كانت مشهورة أيام العيد في السبعة أيام بتوع بيسموه عيد الفطير أو عيد الفصح، أيام ما فيهاش خميرة معروفة، البيوت الكبار والصغيرين شايفين وعارفين، ما فيش خمير خالص، كله فطير، حياة كاملة سبعة أيام. فإحنا كده حياتنا كده ما فيهاش شر، فاش نجاسة مش بتاعتنا دي، احنا فرحانين، ليه نعكر على نفسنا بخمير عتيقة بشر، بخمير الخبث والشر، لكن نعيد بفطير الإخلاص والإيه؟ والحق. وبعدين دي أول حاجة، يعني أول حاجة من حيثيات الحكم اللي هو عطاه،
ان المفروض ان ما يكونش فيه خمير في حياتنا، ما يكونش فيه نجاسة في حياة ولاد ربنا، ما يكونش فيه نجاسات في الكنيسة. نملة اتنين، يقول كتبت اليكم في الرسالة ان لا تخلطوا الزنا، وليس مطلقا زناة هذا العالم. انا لما بقول ده اللي عايش في الزنا ده يخرج بره ويتقطع عن الشركة، مش معناها ان انا اي واحد عايش في العالم في علاقات غلط وفي زنا هقطعه. ليس مطلقا زناة هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة الاوثان، والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم. واما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعوا اخا، مدعوا اخا يعني مسيحي، يعني واحد معنا في الجسد، إذا كان أخا مدعوا أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، ألا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. يعني كان واحد من الكنيسة، من ولاد الكنيسة، ومصمم على أنه يعيش في خطايا معينة، ده لازم نقف معاه وقفة. إحنا المفروض جسد مقدس، أسرة مقدسة، احنا عيلة ربنا، ما ينفعش يبقى في شركة للنور معزوم. ولازم علشان ينتبه لازم نقول له لا كده احنا ما فيش بيننا وبينك كلام. لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، يعني ما تجريهوش وما كأنوش يعني ما بيعمل حاجة، ما ينفعش ما ينفعش. احنا كلنا مفروض جسد مقدس مع بعض. كان احد مدعوا اخا زانيا او طماعا، معنى بيحب الدنيا وبيحب الفلوس وما عندوش مانع يوصل ليها بأي وسيلة ويدوس على أي حد ويرتكب كل الأخطاء علشان يجيب، طماعا أو عابد وثن، ودي برضو في أوثان كتيرة في هذا العالم، أو شتاما، يا دي من ضمن الحاجات برضو اللي ما مش موجودة في المسيحيين. طبعا ما ينفعش يكون في أخ مسيحي شتان، ما ينفعش، مش موجود دي. ده لو هو كده ما ينفعش، يقولك لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، ده ممكن يسري عليه الحرم برضو. أو سكيرا، يعني أنا بزعل لما بعرف أو بشوف ناس عندها حاجات مسكرة. طب ليه؟ يقولك ده هنا حاجة بسيطة كده، بس في يعني في تفاريح، بس في الأعياد ولا في الله. وليه؟ وليه اصلا يكون في مسكر في البيت؟ ليه الحاجات دي تدخل عندنا؟ احنا الفرح بتاعنا والمتعه بتاعتنا بناخدها بطريقه تانية. احنا بناخد متعتنا وفرحنا وسعادتنا من ربنا، مش من حاجه هنشربها ممكن تسكرنا. دي حاجه خفيفه يا ابونا، مفيش حاجه اسمها حاجه خفيفه. في حاجه اسمها انا لازم اكون جد، حاجة مش مناسبة ما بتدخلش عندي. حد جبالي هدية اقول له شكرا انا مش ما بنشربش. خلينا جد في الموضوع ده، لان ممكن الانسان يتدحرج كده وما يعرفش يوقف نفسه. احنا عارفين ان مدام حاجة ما بتبنيش يبقى لا تحل، حاجة ما بتبنيش يبقى لا تحل. فان كان مدعوا شتاما او سكيرا او خاطفا، أن لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ أنا ماليش دعوة باللي بره، أنا ماليش حكم على اللي بره، اللي بره ده لسه ما عرفش المسيح. لكن المجتمع بتاع المسيح، المجتمع الكنسي اللي هو جسد المسيح، لازم يكون نظيف، لازم يكون مفهوش زنا ولا سكر ولا شتيمة ولا طمع ولا عبادة أوثان ولا خطف، ما يكونش فيه الحاجات دي. احنا لازم ندين نفسنا من جوه، ونصلح نفسنا من جوه، وننظف نفسنا من جوه. ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ مش المفروض أنكم كنتم تعملوا كده؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. أدي بعد ما قال حيثيات الحكم، قال برضو الكونكلوجن كده، قال اللي بيعمل شر وبيلوث الجو بتاع الكنيسة ده لازم يعزل. وهنا لازم نفهم مفهوم الشركة
في الجسد الواحد، كينونية، الشركة، شركة ان احنا مع بعضنا جسد واحد، مع بعضنا بنتمتع بمزايا مشتركة، بالأسرار المقدسة، بعمل الروح القدس في الكنيسة، بأسرار كلها مجانا بسبب عضويتنا في الجسد، عضويتنا في الكنيسة، فاحنا متمتعين بكل حاجة كويس. والشركة هدف واحد، الملكوت والثبات في الله. والشركة جسد واحد ودم واحد، بناكل من الجسد الواحد فبنبقى واحد كويس قوي. لكن مع الشركة لابد من العزل للفاسد. زي الجسم، لو في جزء او طرف كده من الجسم او اي عضو في الجسم انقطع عنه الدم شوية وبعدين جه ميكروب دخل، بيحصل ايه للعضو ده؟ يحصل له التهاب، انفكشن، وما فيش دم، يبتدي الخلايا ايه؟ تموت وتعفن، اللي بنسميها الايه؟ جانجرين، الغرغرينة. ما الدكتور يشوف في حاجة زي كده بيعمل ايه؟ في غرغرينة، يعني في غرغرينة هي عبارة عن ايه؟ جزء مش وصل له الدم كويس ودخل انفكشن، دخل ميكروب شديد وبدأ يموت فيه، والخلايا بدأت تتأثر وتموت، وبدأ اللون حتى يغير وحاجات زي كده. الدكتور بيعمل ايه؟ يقول لك الحق، لازم نخلص من الجزء ده، هنقطع عقلتين او هنقطع كذا، لازم نشيله. تقول بس خسارة، ما هو خسارة بس دلوقتي لازم نشيله، وإلا الخسارة هتبقى اكبر، لان الميكروب هيفضل ايه؟ يتحرك اكتر واكتر، والاجزاء اللي كانت صغيرة قد كده فيها غرغرينة بقت اكبر واكبر واكبر، وممكن بعد كده لو كنا هنقطع حاجة صغيرة خالص ممكن نلاقي نفسنا بنقطع جزء كبير خالص، لانه كله بقى فيه المرض. هكذا في الكنيسة، لو في عنصر كده في مرض، والمرض ده خطر، ممكن ينقله ويبقى الجزء اللي بيتقطع من الكنيسة أكبر. يعني في معلمين تحولوا إلى هراطقة، فالكنيسة كانت المفروض بتلحق على طول قبل ما المرض يستشري وتقف واقفة معاهم، إذا ما تابوش ورجعوا وتقطعوا. القطع هنا مش انتقام، القطع هنا حفاظ على قداسة الجسد وحفاظ على صحة الجسد، صحة الكنيسة. تلاقي اتقطع وراح واخد جزء معاه، قطعه معاه وسحبه بره، ده حصل كتير جدا جدا. لكن علشان تفضل الكنيسة مقدسة، اعزلوا الخبيث من ايه؟ من وسطكم. ده مبدأ من الانجيل. حدش يقول لا، ما ده يعيش مع ده وده، ما ينفعش، والمرض يستشري، وفي فكرة غلط تستشري، وفيها ارتقى تملى الكنيسة، ينفعش. لابد من عزل الخبيث من ايه؟ من وسطنا. بيكمل بعد كده في الاصحاح السادس نفس الموضوع، وبيقول ايه؟ ايتجاسر احد منكم له دعوة على اخر ان يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ يعني عايز بيقول لهم احنا لازم نحاسب نفسنا، لازم نحاسب ايه؟ نفسنا. لكن لو ما حاسبناش نفسنا ممكن نلاقي الحساب جاي لنا من بره، فضايح بقى. لو واحد عنده عيب معين بيمد ايده مثلا، وهو ما حكمش على نفسه وتاب واجه نفسه، هيتظبط. النهارده الكاميرات موجوده في كل حته، ها؟ وبعد ما يتظبط ايه؟ بقى بيهين اسم المسيح، ان ده انسان مسيحي ابن للكنيسة، واتقبض عليه وهو واخد مش عارف ايه وكده. فبيقول ان احنا لازم نحاسب نفسنا. فبيقول لهم ايه؟ أيتجاسر منكم احد له دعوة عند اخر على اخر ان يحاكم عند الظالمين؟ يقصد الظالمين اللي هم اللي ما عندهمش الحق، يعني اللي هم اللي ما عندهمش الوصية بتاعت ربنا، ما بيحكموش بالعدل، يقصد خارج الكنيسة يعني. وليس عند القديسين، يقصد عند القديسين اللي هم الكنيسة. يعني المفروض ان الانسان لو في اختلاف بيروحوا مثلا يشوفوا رأي ربنا ايه قبل ما الامور تتصعد
ويروحوا المحاكم. يعني مش المفروض طبعا ولاد ربنا يبقوا بينهم وبين بعض مشاكل في المحاكم. طب ما يعني حاجة تكسف، يعني حاجة تكسف. ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أنتوا أولاد ربنا، أنتوا الكنيسة، أنتوا القديسين، إذا كان العالم هيدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ يعني في الحاجات الصغيرة اللي بينكم وبين بعض تخلصوها بهدوء وبمحبة بينكم وبين بعض، وتقبلوا أن كنتوا تخلصوها بسهولة من غير محاكم. ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة، طبعا يقصد الشياطين، يعني الملائكة الذين سقطوا، ولاد ربنا اللي بيجاهدوا وعيشوا في القداسة، هتبقى حياتهم إدانة لعدو الخير وإدانة للشيطان وكل جنود. ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة. فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاء. يعني إذا كان بتروحوا تتحكموا برة في الكورتس اللي برة، أقول لكم إيه؟ أقول لكم شوفوا أصغر واحد في الكنيسة، يعني أقل المستويات البسيطة في الكنيسة، وهم دول يبقوا القضاء بتاعكم. يعني دول المفروض هيقولوا لكم بدل ما تروحوا برة وتكسفونا. لتخجيلكم أقول هذا، أهكذا ليس بينكم حكيم؟ ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوتي؟ واضح أن في هنا مشكلة تانية كانت موجودة، بس هو رابط الاثنين ببعض، أن في خناقات وبيروحوا يتخنقوا وبعدين يتقاضوا عند المحاكم برة. طبعا دي برضو علامة كبرياء، وهو الكبرياء هو السبب في كل الأخطاء اللي بعد كده. ولكن الأخ يحكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين. ها يرضيكوا كده؟ ينفع المسيحي يتحكم مع المسيحي ويطلع بيه عند الكرت؟ وذلك عند غير المؤمنين. فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك تظلمون وتسلبون وذلك للإخوة. يعني ليه بقى نتوقع أن كنتم هتتظلموا وتسلبوا بعض؟ يعني إذا كنتم مش عارفين تصفوا الأمور الصغيرة بينكم، يبقى تستاهلوا بقى أن كنتم هتتظلموا وهتتسلبوا، وده يدفع قد كده وده يدفع قد كده، ويروحوا للمحاميين. ها حاجة صعبة خالص. ناس كتيرة تضيع فلوس، نعمة كان ربنا عطيها لها تعمل بيها خير، أو يضيعوها في العناد في المحاكم، وده يوقف قاضي محامي، وده يوقف محامي، يدفع كده وده يدفع كده. ايه ده؟ ليه بس؟ أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ إذا كنتم مصممين على المشي بالطريقة دي ويبقى ده ظلم، وراح جاي برضو حاطط لستة كده، لا تضلوا، لا زنا، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجع ذكور، ولا سارقون، ولا طمعون، ولا سكيرون، ولا شتامون، ولا خاطفون، يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. يعني انتوا زمان كنتوا كده، لكن خلاص المفروض سيبنا الحاجات دي، اللي ماشي في السكك دي اللي فيها الزنا وفيها السرقة وفيها النجاسات والطمع والسكر والشتيمة والخطف، دول ملهمش ميراث ملكوت الله. انتوا كنتوا زمان، او كان منكم ناس كده زمان، لكن انتوا بعد ما اتغسلتوا بالمعمودية، بل تقدستم بمسحة الميرون، بقيتوا هيكل لله، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. فخلاص المفروض ان الحاجات دي كلها انتهت. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. طبعا نخرج من دي بمبدأ مهم قوي، ان الحاجة اللي ما توافقش، اللي ما تلقش، ما تحلش. حاجة اللي ما تلقش ما تحلش لي. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. أي حاجة هتتسلط عليا
تبقى ما تحلش. أي حاجة هتسلبني حريتي في المسيح أو تضعف إرادتي ما تلقش وما تحلش. كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. وبعدين بقى أهم وأقوى يمكن باراجراف عن الاهتمام بطهارة الجسد الجزء اللي جاي ده، أنا يعني عايز هقف عنده يعني علشان خاطر مش عايز أخده بسرعة، احنا ما عندناش يمكن غير 10 دقايق أو حاجة زي كده، فهقف عنده. يبقى احنا وقفنا عند الإصحاح 13 وإزاي بيتكلم، هيكلم بعد كده على إزاي الجسد ده لازم يكون مقدس لربنا، هينقل منه بعد كده للإصحاح 7. فهنبقى واقفين عند العدد 13 وإن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. إذا كان حد عنده تعليق أو سؤال في الجزء اللي احنا خلصناه أحب أسمع التعليقات أو الأسئلة. يعني أنا هسأل سؤال أنا بعتبره عبيط شوية لكن مهم قوي. إحنا بنتعلم في الكنيسة ده زنا ما تعملش الزنا، وجينا في مجتمع الأمريكاني لقينا صورة مختلفة. عايز أطلع من الإنجيل ومن تعليم الكنيسة ما هو الزنا، لأن التعريف ده ما فيش حد من الشعب عارفه. إيه هو الزنا؟ ده خد مرات ابوه، اوكي ده زنا. طب ليه زنا؟ طب ده خد واحده تانية غريبه مش مرات ابوه، طب ليه زنا؟ اي علاقه؟ خلينا يعني عشان احنا لازم نبقى احنا عارفين طبعا ونوعي اولادنا. اي علاقه خارج اطار الزواج بين رجل وامراه تبقى زنا، لان ربنا حط الجنس فينا، حط هذه الغريزه من أجل أن يكون في علاقة مقدسة بين، مش من أجل المتعة الشخصية، من أجل الارتباط في شركة ما بين رجل وامرأة، يعيشوا كجسد واحد وروح واحد زي ما هيشرح في الجزء اللي احنا هنقرأ الأسبوع الجاي وهناخده الأسبوع الجاي. يقولك يكون الاثنان، يبقى هما لازم يكونوا اثنين جسد واحد. أي ارتباط خارج العلاقة دي، أي علاقة تبقى زنا، حتى لو كانت بالفكر أو بالقلب. وده اللي السيد المسيح قاله، قال انتوا سمعتوا انه قيل للقدماء لا تزني، اما انا فاقول لكم كل من نظر ليشتهي فقد زنى. كل من نظر ليشتهي، هنا في عين وقلب، فقد زنى. واي وسيله تجيب لك خطيه زي كده اقطعها. هنا القطع معناها ان لازم يكون في فاصل قوي جدا ما بين الانسان وما بين الخطيه، فاصل. ان اعثرتك عينك اقلعها، ان اعثرتك يدك اقطعها. هو بيتكلم عن موضوع الزنا، ان العين والايد اكتر حاجتين بيستخدموا او شيطان بيستخدمهم للخطيه. فان اعثرتك اي حاسه اقطعها والقيها عنك. القيها عنك يعني يبقى في انفصال كامل. فدي خطيه خطيره جدا جدا. هنا طبعا في بعض الناس يعني، وده في كل حته في العالم، الطبيعي الناموس الطبيعي اللي جوه القلب، الناموس الطبيعي اللي جوه القلب بيحسس الإنسان دايما إن في حاجة مش مظبوطة، إن في حاجة غلط، فبيتغلب عليها بحاجة من اتنين. اللي عايز يعني يمشي في سكة الشهوة، يا إما يغيب ربنا خالص، يقول لك مفيش ربنا، ما إيه الدين وإيه ربنا، ويلحد. يعني زي النعامة اللي بتحط دماغها في التراب وتغرزها خالص في التراب بحيث إنها ما تشوفش، يقول لك مفيش حد، أنا مش شايفة، لأن هم مغيبين، يعني هي مغيبة النور، مغيبة نفسها عن النور.
وحد من الآباء يمكن القديس أغسطينوس قال وراء كل إلحاد شهوة. من كتر الشهوات الإنسان يبتدي بقى يلحد ويدخل في مهاترات بقى خاصة بالموضوع ده. يقولك فين ربنا والإنجيل؟ تعالى نطلع لك إن هو غلط. دي وراها واحد غرقان غرقان في النجاسة فبيعمل كده. يا إما يحاول يبسط الأمور، لك يعني دي علاقات احنا بنجرب، ربنا حطت فينا حاجات، لو ربنا يعني حطه في حسابه يعني احنا بنشوف بنجرب. لا طبعا، احنا هنشوف بعد كده يعني ايه احنا هيكل الروح القدس، واي علاقة دي اهانة للروح القدس. في التسالونيكي الثانية الاصحاح الرابع كان بيتكلم على الزنا، ممكن اجيبها لك. بيقول ايه؟ بيقول هذه هي إرادة الله إيه؟ قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة. تسالونيكي الأولى الإصحاح الرابع من أول عدد ثلاثة. هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم. ده بيعرف الزنا، هو كمان بيعرف ان الانسان يمتنع عن الزنا ازاي، انه يعرف كل واحد منكم ان يقتني اناءه، اناءه اللي هو جسد، بقداسة وكرامة. مربوطين بايه؟ ببعض. القداسة مربوطة دايما بالكرامة، والعكس طبعا صحيح، النجاسة مربوطة بالمهانة والعار. لا في هوى شهوة كالامم اللي سايبين نفسهم كده، الذين لا يعرفون الله، الذين شكرا، الذين لا يعرفون الله. ربنا مش وارد عندهم، فيش مخافة ربنا في قلبهم. يوسف اللي منعه من الزنا مخافة ربنا في قلبه، قال ده ربنا حاضر، قال ما اقدرش. تقول له ده احنا لوحدنا، يقول لا لا احنا مش لوحدنا، احنا مش لوحدنا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ شر عظيم، شوفوا اتغرست جواه من الصغر ان ده شر عظيم. ده لا كان عنده رقيب، ولا كان مكسوف من حد، ولا كان حد يعرفه اصلا في البلد، ولا يعرفه اهله، ولا ما حدش يعرف، بس ده شر عظيم اتغرس في قلبه ان ده شر عظيم. لازم يحافظ على مخافة ربنا، يحافظ على هيكل بتاعه نقي. لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. يطمع على أخيه يعني يشتهي زوجة أخيه، ودي اللي موجودة في الوصية العشرة. لا تشتهي مال قريبك، لا امرأته ولا ثوره ولا حماره ولا أي شيء، أي ممتلكات من مال قريب، لأن الرب منتقم. عايز يقول إن طبعا ده جانب من من العقاب، ان في عقاب هيحصل على الشخص نفسه غير الهلاك الابدي، وغير عقاب يعني بانواع تانية. لان الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لان الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. لان الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. عايز بس ايه الآية اللي جاية دي نحطها في ذهننا باستمرار تبقى واضحة، لأن دي هتدينا مبدأ هام جدا جدا. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا، بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. يعني إيه؟ يعني خطية الزنا مش موجهة لشخص بقدر ما هي موجهة لإيه؟ لربنا اللي أعطانا إيه؟ روحه القدوس، موجهة للروح القدس اللي جوانا. دي إهانة للروح القدس اللي جوانا، ده احتقار للروح القدس اللي جوانا. من يرذل لا يرذل إنسانا، بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. دي خطيئة موجهة لربنا. واللي يفتكر خطيئة داود طبعا شاف واحدة مرات جاره وخدها وغلط وراح موت الراجل وضمها بعد كده تبقى زوجة لي.
الخطية دي عايزين نشوف ربنا رأيه فيها ايه. بعت له ناثان النبي، ناثان غير يوناثان ابن شاول، ناثان ده كان نبي، وراح قال له قصة وعرفه غلطه، يعني عرفه مقدار بشاعة الخطية اللي هو ارتكبها. يعني علشان الوقت انا عايز بس كلمة معينة هي اللي انا قصدها من الموضوع. قال له ايه بعد ما قال له القصة؟ قال له ربنا بقى بيقول لك لماذا احتقرتني؟ حاجة مزعجة جدا، كلمة صعبة، لماذا احتقرتني؟ طب انا يا رب غلطت في الست وغلطت في جوزها أوريا وموتته كده، يعني انا غلطت في الأسرة دي، انا غلطت في ناس. لا، قال له لماذا احتقرتني؟ انا ده انا اعطيك روحي. داود ده كان ممسوح ملك ونبي. قال له لماذا احتقرتني؟ طبعا داود قال اخطأت وتاب. هنا بيقول كده إذن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا إيه؟ روحه القدوس. فإحنا مفهومنا مش مفهوم مجرد مفهوم أخلاقي، إحنا مفهومنا عن الزنا مش مجرد مفهوم أخلاقي، لكن مفهوم روحي. ده جسدي يفضل طاهر، ده هيكل الروح القدس أفضل محافظ عليه وأفضل محترم حضور الروح القدس اللي فيه، ما هنش الروح القدس اللي فيه وما احتقرش ربنا اللي اعطاني روحه. عشان كده اي خطأ نجاسة حتى لو الانسان بينه وبين نفسه دي خطية، لانها اهانة للروح القدس اللي جواي حتى لو كان بالفكر. ما دي لو انا جالي فكر وحش وما طردتوش، او طردته يبقى كويس، لان انا بجاهد ودي بركة ان انا بجاهد واطلب معونة ربنا بالتضاع وبروح الصلاة واطرد الفكر الشرير. لكن لو انا جالي حتى فكر وقعدت خدت وعطيت معاه وقعدت اتلذذ بيه، دي نجاسه، ده سقوط في الخطيه، لان انا اهنت الروح القدس اللي جواه. ده المفهوم بتاع الزنا. عايز اوضح نقطه معلش، اللي المناقشه هنا في المجتمع الشباب لخد واحده تانية وعنده حساسيه شديده، لو دي ماشيه مع واحد تاني ما بيعتبرهاش تبعه ما يقربش منها، كويس، بوي فريند جير فريند. والكلمة ما هو الفرق بين الزواج والزنا؟ ده قبول ورضا من الطرفين وده قبول ورضا من الطرفين. الزواج بيصنع جسد واحد والزنا بيصنع جسد واحد، من التصق بزانية فقد صار جسدا واحد. طبعا كويس الكلام. عشان كده المفهوم هنا مش واضح في ظل الشباب، مش واضح. احنا طبعا من المناسب ان احنا نشرح لهم الفرق ما بين الزواج المدني والزواج المسيحي، ده مهم، ونشرح لهم الفروق. يعني انا مره فاكر حتى يعني كان في كلمه عن الموضوع ده، شرحت حوالي 7 فروق ما بين الزواج المدني وبين الزواج المسيحي. ولكن ان واحده ماشيه مع واحد وواحد ماشي مع واحده، ده بيبقاش في زواج، حتى ما فيش زواج، فده زنا طبعا. الفكره ان احنا لو احنا ما عملناش توعية وقائية من البداية عن الغريزة الجنسية اللي جوانا، موقعها وإمكانياتها، وإزاي الإمكانيات اللي ربنا عطيها لنا، وإزاي ليه ربنا حط الجانب الإنساني اللي فيها، وإزاي إن ربنا عطيها لنا باختلاف كامل عن الحيوان ومرتبطة بالشخصية ونقدر نسيطر عليها، وإن هدفها إن هي تساعدني في حياة الشركة في سر الزواج بعد كده، وبعد كده ابتدي اشرح له على المستوى المسيحي، وبعد كده ابتدي افكر معاه ازاي يواجه الخطيه، ازاي يواجه الشهوات في السن ما قبل الزواج او في المرحله اللي ما قبل الزواج، وازاي زي ما بيقولوا بعض الناس هنا how to save sex for marriage، يعني ازاي تحافظ وتصون الغريزه الجنسيه حتى ياتي الزواج، يعني ازاي تدخر الجنس للزواج، وازاي المبادئ دي مهمة بناءة لحياة الإنسان، هتساعد في نجاحه، هتساعد في سلامه، وهتحافظ على حياته نقية متماسكة، ازاي هيعيش مع ربنا كويس لأنه هو عايش طاهر. وبعدين
أبني 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 في البداية توعية وقائية، لكن لما نعدي أولادنا من غير ما نغذيهم، من غير ما نعلمهم، من غير ما نتفاهم معاهم، ما بيشربوش غير من اللي بره، واللي بره الدنيا سايحة. وبعدين نيجي نتكلم نلاقي يعني long distance بيننا وبينهم، في مسافة كبيرة جدا، big distance. في المفاهيم اللي احنا هنبتدي نزرعها في وقت متأخر جدا، والأرض ما بقتش مهيئة كويس، وما بين ان احنا يعني كان المفروض نزرعها من زمان، وهم بقى متشبعين بحاجات في العالم، احنا متأخرين. يعني انا بنعمة ربنا من زمان، يمكن كان اول كتاب اصدره يعني اسمه حياة الطهارة، The Life of Purity. انا حاليا يعني ده من 15 سنة، من قبل ما ابقى كاهن، وطبعنا منه حوالي 8 طبعات، يمكن نفذت الطبعة الثامنة قريب، وبعمل له مراجعة دلوقتي، تقريبا خلصت تقريبا أغلبية مراجعته، وإن شاء الله يترجم ويبقى لأولادنا، ويمكن برضو في الخدام عندنا في ثانوي معهم الكتاب وبيترجم. فأنا فاكر أن أنا كاتب في مقدمة الطبعة الرابعة أن الكتاب ده أصلا وقائي، وفي 10 أبواب عن الغريزة الجنسية من البداية لحد، وكل التفاصيل لحد التعامل مع الجنس الآخر. لكن مهم قوي أن احنا نديه للولاد في سن مبكر، من 10 إلى 12 سنة، علشان خاطر يبقى عندهم وعي ازاي يقدروا النعمة اللي ربنا عطاها لهم، ازاي يحترموا جسدهم، يحترموا الغريزة بتاعتهم، ازاي يعني يضبطوا حياتهم، ازاي يستثمروا الطاقات اللي جواهم استثمار بناء، بدل ما يهدروها يمين وشمال في الخطية. فانا عايز اقول ان يعني احنا محتاجين نعمل توعية قبل ما نواجه الشباب وهو في سن كبيرة، وتشبع بالايه بالافكار بتاعت المجتمع، أفكار فاسدة موجودة في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. الرسالة يعني الأصحاح اللي احنا بندرسه النهاردة لأهل كورنثوس، لأهل مش كده برضو؟ لأهل كورنثوس، يعني الكنيسة اللي في كورنثوس. أوكي، يعني الكنيسة، يعني الكنيسة كلها، ولا اللي انا عايز اوصل له وتسيبونا ان معلمنا بولس هنا، يعني ما اعرفش يمكن انا فهمت غلط، ان بيكلم الكنيسه وبيقول لهم انتوا تكونوا الحكم، انتوا تكونوا تدينوا هذا الشخص اللي انتوا شايفين ان هو بيعمل الغلط وتقطعوه. فانا بس معلش سامحني، ويعني معلمنا بولس يسامحني برضو، ان انا هقول ازاي ندي للشعب هذا الحق انه يعلم، انه يعرف. يعني اتنين تلاتة بتضايقين من واحد يقولك فلان ده بيعمل ويسوي اقطعه. وفي مجتمعنا النهاردة سهل جدا ان يتعمل كده. ازاي ان انا اطبق هذا التطبيق العملي في الكنيسة النهاردة، مش لقيادات الكنيسة؟ أوكي، أنا بس عايز أوضح نقطتين مهمين موجودين في كلام بولس الرسول. أول حاجة، الكلام لا يخلو من الحب، هو مش بينتقم، هو بيحب وبيحافظ على نظافة الكنيسة، وبعد ما الرجل تاب رجعه، بس في حب. دايما الإدانة والتشهير معناها في نقص في المحبة، فلازم يكون موجود الحب. الحب نمرة اتنين، وسيلة العلاج. وسيلة العلاج هنا بيقول لهم ايه؟ مش لازم تنوحوا، يعني انتوا تتوبوا، يعني انتوا تبكوا عليه، احنا بس شاطرين ننصب نفسنا قضاة، احنا صلينا من اجل الناس دي قد ايه، وبدموع قد ايه، وعملنا مطانيات قد ايه، وعملنا اصوام قد ايه، وصلينا ورفعنا اسمائهم في القداسات قد ايه، يعني احنا بس
هنشتغل قضاء نقول ده فلان وحش برا، دي فلانة تنفعش برا، هنعمل كده؟ لا، ده بيقول لهم لازم تنوحوا، ما يكون في عناصر زي كده موجودة في الكنيسة دي تخلينا نتوب ونبكي ونصلي ونصرخ لربنا عشان ربنا يتوبهم وعشان ربنا يتدخل. العلاج أصله مش بقرارات، مش مجرد قرارات، العلاج مش كده. العلاج عايز حب وعايز توبة وعايز دموع وعايز يعني انسكاب قدام ربنا وصراخ لربنا. الموضوع مش موضوع يعني ايه فلان كذا العقوبة كذا طخ قرار بعقوبة ايه، لا لا. واحنا كده مرة اتنين رهبان راحوا كانوا رايحين يبيعوا حاجات وراجعين بره يعني بره البرية، راحوا البلد يعني، وواحد وافترقوا وواحد فيهم غلط، حصل إغراء، الشيطان نصب له فخ كده وغلط. فكانوا متفقين يقضوا يوم يلفوا يبيعوا حاجاتهم يتقابلوا، فراح لما تقابلوا فالغلط ده كان مكسوف جدا وقال انا خلاص ضعت وانا ما انفعش اعيش في وسط القديسين تاني انا. فقال لزميله قال له انا خاطي وقعت وانا مش راجع معاك، اتفضل ارجع لوحدك. فزميله طبعا كانت مفاجأة جامدة ليه، وبعدين ربنا عطاله حكمة كده. قال له ايه؟ قال له طب ما انا خاطي زيك، انت غلطت وانا غلطت وانا غلطان، تعال نرجع نتوب مع بعض. ورجعوا الاثنين وقعدوا سنة كاملة دموع وتوبة وكان لهم الظهر زي أب اعتراف واحد يعني. فربنا كشف لأب الاعتراف ده قعد سنة، قال له من أجل دموع وتوبة الشخص اللي مغلطش، يعني هو ده اللي سند أخوه وأنا عشان خاطره انا قبلته، وانا يعني فرحان انه هو يعني شاركه في توبته وتاب معاه، ولولا كده ما كان الرجل ده فقد رجاءه وهلك. فيعني عايز اقول ان احنا ما نقدرش نعالج الخطية او اي عيب موجود في الكنيسة بمجرد قرارات كده، يعني احنا محتاجين صلوات وتوبة ونحزن. قال لهم انتوا ما بتبكوش على الوضع اللي عندكم؟ دي نقطة مهمة جدا. طيب آخر تعليق عشان الوقت. بص أنا بحب أتكلم عن الممارسة العملية في العظات أو في تأليف الكتب أو في الحاجات اللي بسمعها. معلش قدسك ما تزعلش، قدسك قلت من شوية أنا هكتب ورقة برة تعني إن الإنسان ما يدخلش يتناول غير لما يعترف، وأضفت وقلت عشان تخلي مسؤوليتك. أنا ليا تعقيب في حاجة. تعال أقصك في الأيام العادية شوف عدد الناس اللي بتحضر الكنيسة وقارنها بعدد الناس من اللي ما بتحضرش الكنيسة من أصله، واعمل كمان مقارنة بين الناس اللي بتيجي الكنيسة وبتتناول والناس اللي بتيجي الكنيسة ما بتتناولش، وكمان مقارنة رابعة ما بين الناس اللي بتتناول باعتراف والناس اللي بتناول من غير اعتراف. حكايه الاجابه يمكن تكون منحصره في ان تقريبا الاتصال ما بين الاباء الكهنه والشعب يكاد يكون مظلم شوي، عشان كده يكاد يكون ايه؟ مظلم. مظلم؟ مظلم يعني مش مضيء قوي. في تجربه مره هاخد نص دقيقه بس عملها الانبا بخمس عندنا لما جه زار ايتاي، نفسك تعرفها يعني، وهو بيناول الشعب لقى الكنيسه كلها بتتناول، فخدش الناس كده على جنب قال الناس دي كلها بتتناول في كل الاسابيع؟ قال له بقى كدابه سيدنا. فجي على جنب قال الباب ده يتقفل وهوزع علمه البركه من هنا. عالج الموضوع ده بمنتهى البساطه، اقصد الاتصال الشخصي ما بين الكاهن والشعب، وهو بيوزع علمه البركه اخر مره تناولت انت يا حبيبي؟ وما يسمهلوش الاجابه اخر مره اعترفت امتى؟ على طول على طول على طول على طول فوق من 300 واحد جميع الناس اتسالت بشخص اخر مره اتناولت امتى؟ اخر مره اعترفت امتى؟
عشان كده انا بطلب قدسك بكل محبه. اليافطه دي اللي تتكتبش غير لما تتصل بالشعب كله واحد واحد، مش هتاخد حاجه. مكالمه التليفون ما بتاخدش اكتر من 45 ثانيه. اتصل بيا ولا مش انت بالك قد ما اعترفتش، قد ما تناولتش. انا ممكن اقعد الاسبوع كله ما نمش لان ابونا اتصل بيا وقال لي بقالك قد ما اعترفتش قد ما تناولتش. وارجو من الناس ما حدش يعلق على الكلام اللي انا بقوله، لان دي تجربه وهتبقى تجربه ناجحه. اتصلوا بالناس، اسالوا الناس، ما تجيش كنيسه ليه؟ طب جيت الكنيسه ما اتناولتش ليه؟ طب اتناولت ما اعترفتش ليه؟ هتلاقي الكنيسه دي كلها شعله من التوبه والاعتراف. شكرا. شكرا، يعني ده درس كويس ليا، وان كنت ان انا يعني انا مش بعرف اتصل كويس بكل الناس يعني. لكن اللي انا كنت بقوله يعني انت خدت حضرتك جزئيه صغيره خالص منه، لكن انا بقول ازاي احنا كن يعني في كل كنيسه بيبقى في حاجه اسمها الاستعداد للتناول. ازاي نستعد للتناول؟ في الدسقليه مكتوب امحو الذنب بالتعليم. امحو الذنب بالتعليم يعني مش مجرد اخلي مسؤوليتك كواحد عايز يخلي مسؤوليته، لكن واحد عايز يعني بيدور على انه يعني زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لم اؤخر شيئا من الفوائد الا علمتكم واخبرتكم به جهارا. مفيش حاجه انا بخلت بيها. فكره التواصل مع الناس والسؤال، طبعا انا مقدر الراي بتاعك وراي جميل، لكن مش كل الناس بتتقبل الدخول في حياتهم الشخصيه بشكل يعني مباشر، ومش كل الناس بتعرف تدخل كده. مش كل الناس بتعرف تدخل، لكن انا من الناس اللي مش بعرف كتير ادخل. انا دايما بابي مفتوح، يعني انا موجود في الكنيسه كل يوم خميس وجمعه وسبت وحد. كل يوم خميس في اجتماع الشباب بالليل، وبقعد لحد يمكن الساعه 11 اخد اعترافات، ويوم الجمعه بعد الاجتماع بقعد اخد اعترافات لحد 11 و11 ونص، لحد لما الناس تخلص. ويوم السبت في العشيه حضرتك طبعا بتحضر وناس كتيره بتحضر، وببقى قاعد طول التسبيحه، وممكن بعد التسبيحه اخد اعترافات. فكره ان الانسان يبقى بيمشي، لازم يعني احنا ممكن نعمل حملة ان احنا نتكلم في التليفون او نوصل للناس ان مهم قوي ان احنا نعترف بانتظام. مش لازم قبل كل تناول، لازم قبل كل تناول نكون تايبين، لازم نكون تايبين باستمرار، لكن مش لازم قبل كل تناول يكون في اعتراف، لكن مهم دايما نكون تايبين. فكرة ان احنا من الصعب او مش يعني مش طبيعي ان الانسان هيمشي بالزق كل شوي. لازم الانسان الطبيعي ان هو منتظم في الاعتراف، بيعترف كل شهر، يبقى منتظم واخد باله من نفسه. ساعه ابونا بيقابله بيقول له او بيكلمه، لكن المفروض ان الانسان الشغوف على الاهتمام بحياته الروحيه المفروض ان هو ملتزم وعارف اهميه الاعتراف بانتظام علشان يشيل الاحمال من عليه، علشان ينمو روحيا، عشان ينتعش روحيا باستمرار. فهو الموضوع يعني مش مجرد يعني روتين ورك ان انا نعمل نكتب حاجه لا، يعني هو المفروض. بس انا كنت بتكلم في الموضوع ده من باب التوعيه، لان التوعيه مهمه، لان اولادنا احيانا ما بيبقوش عارفين. انا لما واعيه ايه اداب حضور الكنيسه، وهو جاي الكنيسه يصلي ايه، وهو داخل يصلي ايه، يستعد ازاي للقداس، يستعد. ده دي توعيه، ده اللي انا كان قصدي عليه، مش قصدي يعني ان انا اعمل يفضل. لكن المفروض ان احنا كلنا طبعا بنهتم بحياتنا الروحيه، واللي حاضرين سامعين، واللي بيتفرجوا علينا سامعين وعارفين ان مهم جدا لحياتنا الروحيه وفايده ومكسب لحياتنا الروحيه هو الانتظام في الاعتراف. السؤال اللي بعد الاخير. النهارده بالصدفه كنت بسمع ابونا داود لمعي وبيتكلم على العهد القديم، وبيتكلم على اول لقاء للجزء اللي كنت بسمعه، اول لقاء ليعقوب مع ربنا.
وكان أول لقاء، وكان يعني أبونا كان بيقول إنه حتى لما كان بيشير لربنا ما كانش بيقول إلهي، كان بيقول إله إبراهيم وإسحاق. وأول مرة تلاقى يعقوب مع الله كان متصور، كان خايف جدا طبعا، كان متصور إن ربنا هيوبخه على كل الكذب اللي كذبه وكل اللي عمله، ومع ذلك الله لم يشر في كلامه مع يعقوب لأي حاجة يعقوب عملها غلط، وكانت حاجات كتير. بالعكس جدد له وعد جده إبراهيم وكلمه كلام يعني كله كلام إيجابي. فمن كلام أبونا داود بيقول إن ربنا بمحبته شاف إن ده إنسان أوريدي يعني واقع، فما رضيش يتقل عليه أكتر من كده، بالعكس عطله وعود وقال له أنا أحفظك حيث ما تذهب وهباركك وهرجعك أردك للأرض اللي أنت يطلع منها وأحفظك في وعطله وعود جميلة خالص. معنى كده إن ممكن جدا يعني قدسك تشوف إنسان مننا يعني ماشي مش كويس، ومع ذلك بكلمة صغيرة منك من قدسك تخليه يعني تجد مسج من غير عملية التوبيخ. من غير ما يعني أنت فكرك يعني لما بقول له أنت بالك قد إيه ما اعترفتش، دي محرجة، أنا مش بعرف أقولها، أنا مش بعرف أقولها. يعني المفروض أن كل واحد يقولها لنفسه. يعني إلا اللي أنا قريب منه قوي قوي أقول له إحنا بقالنا مدة ما قعدناش مع بعض، مش هقول له بالك قد إيه ما اعترفتش. يعني كل واحد وإمكانياته، أنا إمكانياتي مش بعرف أحرج حد كده. طيب الأسبوع اللي جاي برضو في قداسات يوم الأربعاء ويوم الجمعة، وفي لقمة بركة. يوم الخميس اللي جاي عيد البشارة، يوم الخميس اللي جاي يبقى عيد البشارة، هيبقى في قداس بدري من 8:30 ل11، يبقى الأربعاء والخميس والجمعة إن شاء الله. الأربعاء في ميعاده من 9:30 ل12، الخميس عيد البشارة، ده بنصليه بطقس فريحي ومفهوش صوم انقطاعي. بيبقى دايما 7 ابريل 29 برمهات. يوم الجمعة القداس عادي من 12 ل3. تفضلوا نصلي. في لقمة بركة بعد ما نصلي ناخدها. أبانا الذي في السماء وتمجدك كل الطغمات نصرخ إليك في الضيقات يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك يا معين وليتبارك في كل حين ارحم عبيدك الخاطئين يا السماوات